السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم اخواني؟ اليوم رجعتكم بفيديو جديد وراح نتكلم عن نوع ثالث من الكفالات. بس اريد اقول لكم على شغلة جدا مهمة، انه اني انسان مو محامي ولا معقب اوراق ولا كاتب عدل ولا اقدر، اني بس انطيكم معلومات فقط ولا اخذ فلوس. طبعا اني بس انطيكم معلومات واخليكم تستفادون من المواضيع هاي، معلومات، لان اكو مثلا حالات تصير قدام عيني بعدين نتكلم عليها بالفيديو. لا تنسى الاشتراك بقناتي وتفعيل جرس ليجيك اخر فيديوهاتي، وان شاء الله احنا راح نتقدم بهذا الموضوع اكثر واكثر واكثر من داخل كندا. اليوم راح نتكلم عن الكفالة الخاصة. الكفالة الخاصة هي من احد انواع الكفالات الموجودة في كندا، بس اريد اقول لكم على شغلة، انه هسه راح تتيهون بين الكفالة الخاصة والكفالة الخماسية، مثل ما تنقطع الكهرباء بالبيت وتصير الدنيا ظلمة. فالكفالة الخاصة هي كفالة اشخاص يكفلوك من عدة اشخاص، يعني مو الا 5 اشخاص يكفلوك بالموضوع، يعني عدة اشخاص، يعني مثلا 3 اشخاص اذا يكفلوك عندهم شغل قوي او شركات عندهم او هم يشتغلون شغل رواتبهم قوية، 3 اشخاص يقدرون يكفلوك ويجيبوك يقدرون يسوي لك اوراق كفالة، وتقدر من مثلا 3 اشخاص الى 11 اشخاص 11 شخص تعرف هنا، كلهم يكونون مجموعة يكفلوك، يقدرون همين يجيبوك الكندا. بس الكفالة الخماسية، انتبه لي، الكفالة الخماسية 5 اشخاص قانونا، يعني قانونا 5 اشخاص. الكفالة الخاصة من 3 ولعدة اشخاص مكتوبة، مو الا 5 او 4، يمكن 3 مثل ما قلنا. فشروط الكفالة الخاصة يعني تقريبا اخف من شروط الخماسية، ومثل ما ذكرنا الكنائسية. الكفالة الخاصة هي تعتمد على انه مثل ما قلنا الكفلاء يكونون اكثر من 18 سنة يشتغلون وبنفس المدينة ساكنين، عمود انت هم تيجي تنزل بنفس المدينة تسكن بيها. اما شروطك انت، عليك الشروط، عدة شروط. اولا ورقة من الامم المتحدة انك معنف، انك هربان من بلدك الام، انك يعني جرائم حرب كذا كذا كذا. بس بهذا الشرط انه مو يقول لك ورقة اعتراف بالامم المتحدة، لا، يقول ورقة تسجيل. يعني انت مثلا حطك اياها ابسط بعد، عمود لا تدخ بالموضوع ككل، يعني من تروح الامم المتحدة اول ما تروح تدق بابهم مرحبا السلام عليكم اريد اسجل بالامم المتحدة، راح ينطق ورقة، هي هاي الورقة المكتوب بها انت راح يسجلوك بالامم المتحدة وعندك موعد كذا في وقت كذا، هي هاي الورقة يردوها. ثاني شيء والاهم السجل الطبي مالتك. 3 احنا نقول عليها عدم محكومية، بعد ما ادري يعني ورقة عدم المحكومية، يكون سجلك مثل ما نقول العفو يعني الاجرامي نظيف، يعني مثلا ما عندك اي حالات اي سجن اي كذا، لازم نجيب وحدة من بلدك الام ووحدة، او اهم شيء راح اقول لكم عليها انه انت تكون قاعد بغير دولة، يعني مو بلدك الام. بس انه اريد اذكر نقطة صدق العفو نسيتها، انه ورقة الامم المتحدة، يعني تجيب ورقة الامم المتحدة كدليل، هاي صارت ورا 2016، قبل 2016 كانت مسموحة بدون ورقة الامم المتحدة تقدم على الكفالة الخاصة. والاهم بيها انه اكو نقطة جدا مهمة، انه السوريين حاليا ما يطلبون منهم هاي الورقة، فقط السوريين ما يطلبون منهم هاي الورقة. خلنا نرجع للموضوع، نكمل موضوعنا. هاي الورقة الكفالة يكفلوك مجموعة من الأشخاص، هذول الأشخاص يجيبوك الكندا، يقدمون لوزارة من ميجريشن كندا، يابا احنا كذا 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 موضوعنا، وشلون يسحبون الاستمارات. يعني انت بهالمرحلة كلها، يعني المراحل كلها راح تخلصها، ولما توصل لكندا ما تحتاج لا محامي لا كاتب عدل، كل شيء ما تحتاج، ما لك علاقة بكل هالمواضيع، ما لك علاقة بيها. يعني اول كفيل لازم عنده لغة، ده يشتغل عنده جنسية، فلا يقدر يتخلص الاستمارات. هي الاستمارات ايش تحتاج من عنده؟ اسمك، عنوانك، تاريخك، متزوج ما متزوج، مواليدك،
اطفالك، ايش قد الضريبه مالتك، ايش قد تشتغل ورقه الضريبه مالتك، هل انت متعهد انك تكفل فلان الفلاني؟ تعال وقع هاي الاوراق مجانا، تقدر تسحبها من موقع الحكومه الكنديه، من موجوده الحكومه الكنديه كندا نقطه ك يروفريجي. فهاي المواقع تسويها وتسحب الاوراق، انت تقدر تسحبها انت اذا تعرف انجليزي، تجيك بالانجليزي وتجي بالفرنسي، تسحبها وتكتبها من عندك وتدزلهم وياها للميجريشن، تقدم طلب للميجريشن بكفاله الخاصه، وموجود تقدر تدزها عن طريق الانترنت عن طريق الموقع. هاي يعني اصعب شيء بيها، يعني هاي اصعب شيء بيها، يعني هي الاوراق تقدر تسحبها وتطلعها. وانا راح انزل لكم اللاين مال الموقع على الانترنت، على اليوتيوب اسفل بالتعليقات على اليوتيوب اسفل الفيديو حتى تعرف. النقطة الثانية والاهم راح اقول لكم على ثلاث نقاط جدا مهمة. اولا انت ما تدفع فلوس، يعني مو اقول لك ادفع لك مقدما فلوس، او ثاني شيء الحكومة الكندية ما تاخذ منك فلوس لا مقدما ولا مؤخرا. الحكومة الكندية تاخذ منك يمكن 400 زائد الضرائب ولا 500 دولار كندي، 500 دولار كندي يعني قد يطلع حوالي بالامريكي 350 دولار امريكي او اقل، يعني او اقل ويا الضرائب كلها، يعني 500 دولار كندي هي الرسوم والاوراق اللي راح تدزها، ما راح يطلبون منك ثاني شيء فلوس. يعني ثاني شيء الكفيل ما راح يطلع، يعني الكفيل اذا قال لك جيب فلوس فهذا ناصب عليك يضحك عليك. يعني انا دا اسمع ارقام مهوله جدا، 20,000 و30,000 و40,000 و50,000، ماكو حكي. الكفيل ما ياخذون منه ولا فلس، بالعكس الكفيل اذا قدم على كفاله عائله عراقيه او عائله سوريه او عائله لاجئين احنا نقول عليها، كل شيء ما يخصمون منه الضرائب، يخصمون منه ضرائب البيت، يخصمون منه كل انواع وكل الضرائب يخصمون منه، لان انت حبيبي تساعد عائله. والكفيل يضمنك لمده سنه كامله، ورا السنه الحكومه الكنديه اذا ما لقيت شغل وما تعلمت لغه الحكومه الكنديه تبدا تساعدك وتنطيك اعانه انت. أيوة. والاطفال اذا كان عندك طفل او اطفال او ثلاث اطفال او اربع ما شاء الله، من تدخل المطار اوتوماتيكيا الحكومه الكنديه تشد لهم راتب. هاي انت ما عليك بها، احنا خلصانين منها، يعني تعطيهم راتب، تعطيهم ضمان صحي، تعطيهم ضمان التعليم، تعطيهم كل المميزات من تنزل بالمطار. وثانيا انه اريد اوضح على نقطه جدا مهمه، الكفاله الخماسيه تكت الطياره على حسابك تجي بيها الى كندا، بس الكفاله الخاصه على حساب كندا الحكومه الكنديه التكت مالتك. ومن تجي هنا بعد ما يسوي لك اياها مثلا يدفعوك 50 دولار بالشهر الى ما تسد فلوس الكفاله او تسد فلوس التكت العفو، على ما تسد فلوس الفحص الطبي اللي راح تسويه 50 دولار بالشهر يمكن. ثاني نقطه احنا حكينا عن تعطي فلوس الحكومه، الحكومه الكنديه ما تاخذ لك فلوس قلناها، وقلنا على فلوس على الكفيل انه ما ياخذ منك فلوس لانه هو المستفاد اصلا بالبدايه مستفاد. يعني هاي ثانيه. ثالثا نحكي على يجيك واحد يقول لك انا مندوب من وزاره الهجره، او يقول لك انا مستشار بوزاره الهجره، اعطيني فلوس مثلا، اعطيني دفتر ونص وانا مشي لك اياها، ماكو هذا الحكي، ماكو اصلا هالموضوع. يقول لك انا مشي لك اياها، يقول لك انا اشوف لك اياها، يقول لك انا هذا انسى هذا الموضوع، ماكو منه. هنا أنا وزاره الهجره اعلى من حتى من الحكومه الكنديه كلها، الموظف اللي يشتغل بوزاره الهجره يفتح فايلك ويقرر ويقول هذا اي لو لا، ويطابق كلامك ويشوف شوف اثباتاتك ويقرر. فواحد يقول لك انطيني فلوس خلي امشي لك اوراقك، الثاني يقول لك انطيني مثلا انا شفت ذاك يوم بالانترنت اي تعال استوي لكم استماراتكم 8000 9000 دولار. يا اخي كندي طبعا هذا الحجي، تعال يا اخي خلينا نتفاهم، انت منو؟ يا بان مستشار بوزاره الهجره، يا بان انطيني اسمك. هسه انا ادز لكم موقع على الانترنت على حساب الحكومه الكنديه، الموقع هذا مالتها، تنطي جميع المستشارين او المعقبين اللي ترسل استمارات تنطيك اسماءهم وش قد تكاليف، يعني تعطيك اسمه وعنوانه ورقم تليفونه وش قد ياخذ فلوس على استماره.
يعني ما تتعدى ال 400 دولار كندي. عمود بس يخلص لك الاستماره ويكتب لك اياها ويكمل لك اياها ويعدل لك اخطائها. اي فالباقي هذا كله كذب. يعني انا استغرب يعني استغرب يعني اشوف شفت عالم يعني هنا ذاك اليوم انه بايق يعني ماخذ العفو من العالم لا من عالم برا كندا حوالي 50,000 دولار والثاني 40,000 دولار وثالث. يا اخي انت ما تحس يعني انت ماخذ فلوس حرام. انت رب العالمين ده يشوفك من فوق يقول لك يا ويل مو اطقك بالدهن. فانت شلون يعني حرام يعني حرام هذا الحكي. حرام انت تطي فلوسك بدون ما تشيك اوراقك. حرام تطي فلوسك على انه كيف هو انه بكندا وانت يا ابو كندا انت اخذ فلوسه ما تخاف يعني ماكو وراك احد ما تحاسب نفسك. لا اكو حساب اكو قانون اكو دوله. فانا اليوم اسف طولتها عليكم فخلنا نكمل على موضوع انا طلعت هواي من الموضوع. خلنا نرجع لموضوعنا الرئيسي. المهم هاي تقدمها الاوراق يقدم لك الكفيل. احنا قلنا الاطفال يشدوا لهم راتب. احنا قلنا هي تطول ما تعبر سنه ترى القانون اللي تجيك الموافقه او لا سمح الله الرفض او المقابله او الفحص الطبي خلال سنه لا اكثر ولا اقل. ورا ما تخلص خلال سنه تجيك ان شاء الله تخلص الامور تجيك فحص الطبي. ورا الفحص الطبي شهرين ثلاثة تكون انت ماخذ الفيزا وجاي لكندا تروح تقدم على مكتب الفيز ان شاء الله. كلكم موفقين يا رب. وانا اعتذر منكم جدا اعتذر منكم لان ما اقدر اجاوب على كل اسئلتكم بالفيس او بالتعليقات باليوتيوب. وان شاء الله اجاوب على كلها. ولا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.